السلام عليكم. دلوقتي اشوف موقع اسمه لينكت. لينكت عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن تنظيم المهام بتاعتك. هو بيبدأ يقسمهم لك بحيث ان انت تقدر تشوف المهام اللي انت مفروض تقوم بيها. هو بيقسمهم لك مثلا دي حاجات خاصة بنيو ريكويست، هنا ابروفال، هنا الحاجات اللي انت مفروض ان انت تعملها، تمام، بحيث مثلا تقدر ان انت تكتب اي حاجة جديدة انت عايزها، وتقدر تنقلها من خانة لخانة زي ما انت عايز. اول ما تخلصها تقدر ان انت تنقلها بحيث ان انت تبقى عارف ايه المهام المعلقة واللي احنا المفروض ان احنا نخلصها او ان احنا نبدأ الشغل فيها بالشكل دوت. ده مثلا حاجات خاصة بالسبورت تيم ريدي فور ريفيو، اهي تقدر تنقلها هنا. فهو بيطبق فكرة اللين بشكل مبسط يعني. لو دوست رايت كليك هيقول لك كرييت كارت، فتقدر تعمل كارت بأي شكل من الأشكال. اهوت التايتل بتاعه، الديسكريبشن اللون بتاعه، النوع، أساين يوزر مين اليوزر المفروض ان هو هيعملها فتبدأ تظهر له، بلانت ستارت، بلانت فينيش، فيبدأ يعمل لك كارت. اول ما تخلص النيو ريكويست لو في ابروفال بتنقلها هنا.